السلام عليكم، شلونكم عيني؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. حبيت أسوي هذا الفيديو قبل ما تمطر الدنيا، وأشوفكم النباتات اللي هي أكو من عدن تأثرت عندي من كثرة المطر، وأكو بيها ما شاء الله انتعشت. درجات الحرارة حاليا بهذه اللحظة هي 33 درجة مئوية، بس الرطوبة عالية جدا قوية عندنا. عندنا مطر كثير، احنا هسه بالصيف، الرطوبة عندنا عالية تصير. احنا بولاية فلوريدا الأمريكية، هذه مجموعة نباتات اللي هي خارج البيت، اكو من عندها انتعشت على كثرة المطر والرطوبة، اكو من عندها شوية تأثرت، مثل الهيدرا عندي تأثرت، الحمد لله هذه تأثرت بس هذه زينة، وعندي داخل البيت انجذرتهم الحمد لله. عندي اللبلاب تأثر لأن يعني الشمس قوية من تشرق الصبح وتظل لحد الثنتين تقريبا عليه، شوية طعنت بس مو مشكلة، بس يتغير الجو ترجع طبيعية. عندي الكرتون ما شاء الله انتعاش كامل بسبب الرطوبة العالية والمي من النباتات، طبعا المطاط من النباتات اللي تحب الرطوبة العالية وتحب التربة الرطبة، في حالة تذبل إذا كانت التربة ناشفة، جف التربة وما سقت فتذبل وتنزل أوراقها، اخسقوها، وخاصة هسه مثل فترة الصيف يحتاج سقي كثير، يحتاج رش. اكو ناس تقول لك ما ينرش المطاط، لا الكرتون لا، رشوه حتى ينتعش، وما شاء الله شوفوا الجمال، شوفوا الألوان. وعندي أنا اللي كاثرتهم حولتهم قبل كم يوم بصناديق وخليتهم على الباديو موجودة، وما شاء الله شوفوا السجاد، الرطوبة والتربة الرطبة والإضاءة العالية، ما شاء الله شوفوا الجمال. كاثرت مجموعة هذه قبل كم يوم، شوفوا هذبلت بالبداية، تذبل بالبداية لأن أني أزرع وأقطع ما أجذر، فما شاء الله يعني شوفوا رجعت، بالإضافة لمجموعة اللي أني زرعتها نفس العلب هي أنها موجودة، تقريبا صاروا عندي ستة من غير المجموعة اللي هنانة. هنانة من قصيت القمة ما شاء الله، شوفوا الأفرع الجديدة اللي تحتها طلعت، هنانة مزهرة، هذه إذا تخلوها راح تطلع بذور، وممكن بمرور الوقت تضعف النبتة، بس مع هذا مو إشكال، خلي الذب يعني تطلع لي بذور، لأن صارت عندي بالشتاء وما شاء الله هذه المجموعة اللي هي من البذور ما شاء الله شوفوا. هنا عندنا الفيتونيا، هنا شوفوا ذبلانة من لين ماكو مي عليها، البركة المرقطة مثل هذه، هذه قلت لكم اكلها الحيوان رجعت الخضرة وبيضة، الالمنيوم هذه كلها اقطع وازرع وتردون تجذروها، هاي المجموعة طبعا. والدنيا بدت تنزل مطر شوية شوية، بس لين صار كم يوم اني ما مسوي فيديو بسبب ال يا اما حارة ورطوبة عالية يا اما مطر. هنا عندي المكحلة ما شاء الله، يعني شوف ما مزروعة بالفتحات مالت الكونكريت، وهي اخذت لها مكان الحمد لله ومشت. عندنا هنا جلد النمر ما شاء الله، صار السنادين بحيث لازم تنفصل، ان شاء الله افصلها بس يصير لي مجال. هنا الصباريات اكو من عندهن بصراحة، من اجى هذا الحيوان حفر التربة مالتها يراد اضيف تربة الها، واكو من عندهن والله بعثرهن، يعني هسه مثل هذه شوفوا بعثرها، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الحمد لله. هنا عندي الكراسولة، الاستبلة شوفوا ما شاء الله، اقطع وازرع الاستبلة، زرعت من عندها مجموعة وزعتها بالسنادين هنا هذه، وبعد وين هنا عندي، هنا عندي وهذه هنا جوا، هذه السندانة، هذه الفيلو دندرون بيركين، شوفوا الأوراق مالتها ما شاء الله شكبراتها، راح اللون الأبيض من عندها، شوفوا الأوراق كيف صارت كبيرة، اللون ماروني من تطلع. هنا عندي الدراسيلة،
كل انواعها هنا حاطتها لدراسينا خارج البيت، تحب الجو الرطب وايضا تحب التربه المتوسطه الرطوبه. هناك في الوزه البلاب اللي هنا مشيته، بالاضافه للكرتون سوري الشمعدان، يعني بدت تمطر متاخربط. شوف الشمعدان ما شاء الله، شوف الالوان اللي دا تطلع والنشاط، كلها افرع جديده طالعه ما شاء الله. شنو بعد؟ بسبب المطر طبعا، واني حطيت بلاستيك غطى من الوسط هنا بس طير الهواء، وراح نرجع نحطه على اساس اليوم احنا قلنا نحطه ورا الظهر من تمشي تطلع الشمس على هذا المكان ونحطه. سبحان الله هسه بدت تمطر قبل ما يتغطى الظل، هي بدت تمطر. أريد نكمل الفيديو بعد العاصفة، بس انتظرت بصراحة الثاني يوم حتى شوية الأرض تجف بالحديقة وأقدر أطلع. سبحان الله أنا حطيت الفيديو، وشوفوا كيف كان المطر قوي واستمر لحد الليل، فلهذا ما قدرت يعني أكمل الفيديو بنفس اليوم، فانتظرت الثاني يوم حتى تطلع شوية الشمس. طلعت شوي وهسه ايضا وين ما راح تمطر، فحبيت اكمل الفيديو حتى تشوفون النباتات وكيف هي نشاطها وكيف الرطوبة والمطر ما شاء الله يعني مساعدها. بس كان المطر كثير قوي، كثير من النباتات دامت تتمايل هيج ويش لان فرارة وهواء. اكو عندي نباتات يعني ساعدتها الرطوبة العالية، بس ايضا الشمس المباشرة القوية كانت كثير عليها. والسقف هذا بعد ما رجعناه لان عندنا هذا الشهر والشهر القادم هي كلها تصير هيركين سيزن يسموها، موسم العواصف والعاصير، فحتى لو احطه ما استفاد من عنده يعني بسرعة الهواء يطيره. وان شاء الله بس تهدأ تخلص الشهر الثامن نحاول قدر الامكان بان نحط شيء يمنع الشمس عنهم، وان شاء الله على الشهر التاسع او العاشر ممكن نسوي شيء نقدر نفيد نباتاتنا به. بس هو على العموم الرطوبة العالية هي تستفاد من عندها كل النباتات، وايضا المطر استفادت من عند النباتات. عندي نباتاتي ما شاء الله عليها، بس اكو نباتات ما تحتاج للمي كثير، اكو من عدها تأثرت مثل العصاريات، لانه ما عندي مجال بصراحة، ما عندي مجال داخل البيت اخليها، لان هي خارج البيت اعتيادي حشرة او نمل او شيء، فما اقدر اخليها داخل البيت، ما عندي اساسا مجال الها يعني اخليها. بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، اللي موجود خير وبركة. شوفوا اللي أقول لكم بعض العصاريات، لأن هي مثلا ما تحتاج مي كثير، هذه الأوراق مالتها كثير تأثرت وما يخالف، هذه حتى لو تأثرت شوية تاخذ لها فترة وترجع بعد أحسن من الأول، كل فترة هيجي تصير بها. احنا نحاول نسوي لهم شيء يعني نمنع هاي اللي المطر اللي دا يجي عليها، نحاول نسوي لها مكان، نحاول إن شاء الله اللي نقدر عليه نسوي. بس هي على العموم يعني الرطوبة والشمس المباشرة لكم ساعة، المطر مستفادة من عنده كثير من النباتات. خلوا نباتاتكم خاصة مثلا هسه بالدول العربية الجو حار جاف، كثير من عندهم خطية يعني نباتاتهم دي يشكون بأنه تأثرت، بس حاولوا قدر الإمكان أي مكان عندكم بأنه وبأبسط والله بأبسط الأشياء أنا سويت لهم، يعني حاولنا نسوي يعني وبكرم لها يومها شنو يمكن ما أعرف شنو هذه حية لو ضبعة. طبعا أنا كلش خوافة من فلهذا أكون بعيدة هاي شكلها يعني ضبعة، شنو تقولون من الخوف؟ قلت ما أعرف شنو هاي
ضفدع على راس مال الحياة وفشي فلي هذا بعيدة بعيدة أنا. يلا والله أخاف. لا أعتقد ضفدعة هذه. فهنا كثير من الضفادع والسحالي هي اللي تكون موجودة على النباتات لوجود الرطوبة، أو مثل تأكل أي حشرات تكون موجودة هنا بالمكان. والله خليني أنهزم لأن أنا بديت أخاف. وراح تمطر أيضا، فراح أنزلكم أني كل الفيديوهات إن شاء الله مثل أي نبات من هالموجودات اللي عندي. أي سؤال عندكم فاكتبوا لي بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو أو ما عجبكم فكتبوا لي، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم. في أمان الله.